مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا. دائما في المزاد، الجيش يؤكد على التعجيل في الانتخابات، ما هي الاليات؟ واعطيك الكلمه السيد كروش. قبل قليل تحدث اشار السيد العربي شريف الى نقطه مهمه تتعلق بالمصداقيه، يقول ان هناك من يتخوف الى التوجه الى الصندوق لان يخشى ان لا لانه اعتمد على نظام الكوطة هذه المره، لو يكون صندوق شفافا لن يكون في صالح. نعم، وإن كان ربما نرجع فقط يعني إشارة إلى الحوار والرافضون للحوار. نعم، هناك يعني فئة رافضة للحوار جملة وتفصيلا، وهي تكفر من يذهب إلى الحوار، وهي تجرم من يذهب إلى الحوار، ولا تريد الحوار. ولو قلت لها يعني ضع شروط أو ضع عفوا يعني كتابة حوار أو يعني نتائج للحوار، هو لن يفعل ذلك لأنه لا يريد الحوار ولا يريد حل المشكلة. إذن كذلك كاين هناك من يريد التفاوض ولا يريد الحوار وقالوها، والآن ما فيه شخصية وطنية وفيه أحزاب تريد التفاوض ولا تريد الحوار لأنها تريد كوطات وتريد مناصب في الدولة، تريد أن تأخذ أشياء عن طريق التفاوض وليس عن طريق الحوار. إذن هناك لا نخفي هذا، هناك من يرفض الحوار في الجزائر. نعم، الآن لو تكون هذه اللجنة من نتائج هذه الحوار ومخرجات هذا الحوار، المخرجات ربما لشيئين اثنين أو ثلاث نقدر نستطيع القول، هي الخروج بقانون هيئة مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، تكوينها صلاحيتها على المستوى المركزي على المستوى الولائي على المستوى البلدي، وكذلك بقانون انتخابات، قانون انتخابات عادل. قانون الانتخابات أراه أن يعني من السهل ما يمكن هو أن نوضع الصلاحيات التي كانت موجودة لدى الإدارة في قانون الانتخابات القديم، هذه الصلاحيات كلية الموجودة في قانون الانتخابات القديم يعني توضع في قانون الانتخابات الجديد، وتعطى هذه الصلاحيات إلى اللجنة المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، وهذا يجب أن تمر كذلك عن طريق التشريع، سواء بتعديل المادة 194 من أجل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، أو كذلك بالنسبة للقانون العضوي اللي هو قانون الانتخابات. كذلك إذا أصبحنا جاهزين في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات وقانون الانتخابات، هناك ربما تهيئة ظروف إجراء هذه الانتخابات، والضمانات النجاح لهذه الانتخابات وشفافية هذه الانتخابات، هو أول ضمان هو الحراك. نعم. الحراك الآن الجزائري ما بعد 22 فبراير ليس هو الجزائري اللي ما قبل 22 فبراير. الآن الشعب الجزائري الذي استطاع بصوته وبسلميته أن يزيح رئيس يعني كان في منصبه، كذلك اليوم يستطيع أن يحمي صوته في هذا. الضمان الثاني للشفافية والضمان الثاني لنجاح هذه الانتخابات هو مرافقة المؤسسة العسكرية، وعلى لسان قيادتها كل مرة يعني تؤكد أن يجب مرافقة هذا الحراك ومرافقة الشعب حتى وليس أن ينال وليس لديها أي أطماع سياسية حسب خطاب المؤسسة حتى أن ينال كل ما طلبه. كذلك ضمان ثالث ربما أراه هو يعني مشكلة التزوير، لأن في السابق كان فيه تزوير والتزوير مفضوح والتزوير ممنهج، وأن من يقوم بعملية التزوير يرى في نفسه أنه محمي وربما يعني ينتظر يعني مكافآت وإجازات على العمل الذي يقوم به، ورأينا من زور أكثر كانت له يعني مكافآت في الدولة. إذن في هذا الأمر كله أراها أنها ضمانات من أجل الذهاب إلى انتخابات حرة نظيفة وشفافة. السيد وفي باعتبارك أيضا خبير في القانون، والسيد كروش كان يتحدث عن القانون العضوي للانتخابات أيضا، في اعتقادك ما هي الضمانات لتوجه نحو انتخابات رئاسية شفافة في أسرع وقت؟ أولا من ناحية تقنية بالنسبة للنصوص القانونية المسألة لا تطرح أي إشكال، لأن هناك مجمل نصوص معينة في القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، وإلا القانون العضوي الذي سيحكم وينظم هذه اللجنة. رغم أنه هناك يقول هناك مواد في قانون الانتخابات تشجع على التزوير، يعني لا ليس بهذا المفهوم.
ليس هناك على الأقل ماذا يقول الخبراء؟ أنا لا أستطيع أن أقول أن هناك نص قانوني يشجع على الجريمة أو هناك منفذ أو يشجع على يسهل حتى لا أقول يشجع هذا لا يقوله صاحب القانون. أقول هناك ربما هناك ثغرات، ربما هناك نقائص، هذا قد يحدث لأنه واضع القانون هو بشر وهو إنسان والإنسان قد يخطئ. أعتقد هناك حوالي مجموعة من النصوص فعلا تفوت 50 تفوت 70 نص اللي ممكن يتعدل في إطار هذه القوانين لنخرج لنضع حاجز بين الإدارة وإمكانية التزوير وانتخابات شفافة ونظيفة، نخرج كل الصلاحيات ونعطيها لهذه اللجنة، واللي اللجنة أيضا باش نوصلوا إلى انتخابات حرة ونظيفة وحقيقة نتمنى أن يحتضنها أيضا الشعب. أساس النجاح أي عمل هو احتضان الشعب له. صحيح لا بد من الحماية الأمنية، لا بد من المرافقة، هذا شيء ضروري وواجب، هذا أعتبره واجب، لكن الأفضل من كل هذا لو فعلا الشعب يحتضن هذه الانتخابات ويحمي هذه الانتخابات ويسهر فعلا على نجاح وضمان هذه الانتخابات، سيكون عرس حقيقي وسندخل مرحلة جديدة فعلا رغم كل الرافضين للحوار وما أشبه، لأنه لابد أن نمشي إلى الأمام، لابد أن نمشي إلى الأمام، لأنه الحوار لا أعتقد أن من يرفض الحوار ماذا يريد، كيف تريد حل المشكل عن طريق آخر غير الحوار؟ ما هو الحل؟ ما هو الحل؟ أنا لا أفهم ما هو الحل إذا كان ما نتكلمش معك، عندي مشكل بيني وبينك باش نديره. طيب. وثم أيضا ليس من حق أي كان أن يجرم من يشارك في الحوار، ليس من حق أي طرف كان أن يجرم من يذهب إلى الحوار، من يشارك إلى الحوار، من يدعو إلى الحوار، من يساعد على الحوار، هذه أعتقد سلوكات يجب أن نتخلى عنها. صحيح ربما أن بعض الأطراف تريد أن تحمي أشياء أخرى، يا أخي ليس هذا هو الحل. الديمقراطية ليس لك أن تفرض رأيك علي أو أن تفرض علي ما أفعله. طيب. الآن تفرض علي سلوك معين هو أن لا أتحاور، هذا أعتقد ليس من الديمقراطية، وهذه الديمقراطية الجديدة مرفوضة ومرفوضة إطلاقا. طيب أبقى دائما في مسألة الحوار، أريد أن أشير إلى نقطة اليوم أستاذ علي ربيج بن بعيبش الذي التقى اليوم المنسق العام للوسطة والحوار سيد كريم يونس، قال أنه لا يجب أن نضيع الوقت ولا يجب أن نتوجه نحو ندوة جامعة، ندوة وطنية جامعة، يجب أن نسرع الآليات للتوجه مباشرة إلى الانتخابات. هي الندوة أو الذهاب إلى الانتخابات الفيصل فيها هو هل نذهب إلى هذه الانتخابات بضمانات وبآليات ترجع ثقة المواطن. نعم. مهما كانت العناوين ومهما كانت الصور، احنا اللي راه يهمنا هو انه نرجع ثقة المواطن، المواطن يثق في نفسه. وكذلك نقطة مهمة جدا ان المواطن هذا اللي جاء بعد 22 فيفري والذي عنده حالة من الإصرار وحالة من النشوة، بمعنى إصرار على الوصول إلى تحقيق المطالب تاعه وحالة من النشوة، بمعنى ان هذا المواطن في جزء او في مرحلة طويلة كنا نعتقد بأنه استقال أو كان مغيب أو كان مهمش، اليوم استرد الثقة في نفسه والآن أصبح لاعب رقم واحد على الساحة السياسية ويريد أن يستمر. طيب الانتخابات الرئاسية هي المحطة الأخيرة التي نريد أن نذهب إليها، ولكن كيف يمكن أننا نذهب إليها؟ لأنه لما نتكلم على الهيئة أو السلطة العليا هذه اللي راح تشرف على عملية الانتخابات، فك الارتباط عن صلاحيات وزارة الداخلية وإعطاها لهذه الهيئة هو عمل جبار، عمل قانوني، عمل إداري وعمل تقني يجب أننا نشتغل عليه. وقلت أنا ونظن الجماعة في طلائع الحريات وكذلك في جبهة المستقبل وكثير من الأحزاب قدموا أشياء عملية، وهذا هو المطلوب، وثائق وأشياء عملية في مسألة قانون الانتخابات، في قانون الإعلام، في الأشياء التي كنا نعلق عليها. لأنه قال ضيفك الكريم من عبر الهاتف أنه كان فيه انتخابات قبل 22 فيفري وكانت أحزاب اللي راهي رافضة اليوم تمشي إلى الانتخابات كانت تشارك، رغم أنه ما كانش وكان يطلق عليها الأرانب، يعني أرانب الانتخابات، وكانت تعرف بأنه تقريبا في بعض الأحيان اللعبة محسومة، ولكن كانت تشارك، لأنه الفعل التشاركي والحضور ومنع تطبيق قاعدة أو معادلة الكرسي الشاغر هذا ما يخدم حتى طرف. اليوم كيف نمشي إلى الانتخابات؟ كيف نقوي ونعطي صلاحيات كاملة لهذه الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات؟ هي اللي راح تعطينا ضمانات، هي اللي ترجع الثقة للأحزاب السياسية، هي اللي راح تشجع الأحزاب السياسية تقدم مرشحين، وهي في الأخير اللي راح تقنع المواطن أنه يخرج إلى الانتخابات يوم
الانتخابات الرئاسية، لأنه رانا شفنا المرحلة الأولى اللي هي عدم الاعتراف بالعهدة الخامسة وإلغاء الانتخابات في تلك الفترة، ثم جاءت الانتخابات الثانية وهي 4 جويلية وأصر الشعب الجزائري والطبقة السياسية على أننا رانا رايحين لها بدون ضمانات وبدون آليات. سقطت هذه الانتخابات، لكن هذه المرة الأمر مختلف تماما. اليوم جزء كبير من الشعب، جزء كبير من الشعب الجزائري مقتنع بمسألة الذهاب للانتخابات الرئاسية. أحزاب سياسية قاطعت الانتخابات السابقة في صالح الجزائر، وكذلك الوقت مقبلون على الشعب الجزائري ويضغط على الكثير من دخول اجتماع. سيد عبد الحميد العربي الشريف، دائما في اعتقادك ما هي الضمانات للتوجه نحو الانتخابات الرئاسية بخطى ثابتة؟ سيدتي، ربما ما تفضل به الأساتذة وما تفضل به في عدة تطوهات وخاصة تطوهاتكم هذا اليوم، هو أن الضمانات الثلاثة هي لازم نبني ثقة، لازم أن نحن كمواطنين يعني تكون عندنا بادرة حسن نية هي بناء ثقة. ثانيا، اللجنة المستقلة للإشراف على الانتخابات. ثالثا، تعديل بعض المواد المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية ولا غير ذلك. كذلك الهبة الشعبية هذه اللي كانت في الحراك يوم 22 فيفري وما تلتها من الجمعات، ربما هذا هو ضمان كافي أن يكون عنده ما أن الانتخابات عندها مصداقية وانتخابات يعني شعبية نزيهة وحرة. ربما هذا هو الرحال الكبير اللي ينتظر فينا. ربما أكبر شيء راح نأسس له، يجب أن لا نضيع هذه الفرصة، أن كل هذه اليوم عندك مؤسسة وقيادتها أنها متفهمة مستعدة أن تذهب قدما في انتخابات نزيهة. اليوم عندك هذا الحراك وهذا التجنيد الكبير للشارع والشعب الجزائري. كذلك اليوم هناك الآليات يعني العملية من الهيئة اللجنة الوطنية للشرف على الانتخابات. يعني كل هذا اليوم راه مهيئ ومعبد يعبد الطريق أمامنا أن نذهب قدما. لا يجب أن نتخوف، لا يجب أن نتراجع، لا يجب أن نراوح مكاننا، لأن الوقت ليس في صالحنا، لأن الجزائر اليوم على المحك. اليوم الأطماع تاع الدول كما قلت لك، كما سبق لي وأن ذكرت، هذه الدول لها أطماع ولها مصالح لا تخدم مصالح الشعب الجزائري في مصالح الضيقة. لذلك يجب أن نفوت الفرصة على هذه الأطراف والأذرع نتاعها الداخلية وأن نمضي قدما. نحن اليوم أمام مفترق، نحن اليوم نصنع التاريخ، نحن اليوم نكتب التاريخ من جديد للجزائر. يجب أن نتضافر جهود، يجب أن نمضي قدما ونتوكل على الله من أجل خلاص الجزائر من أزمتها. سيد عبد الحميد العربي الشريف، خبير أمني، كنت معنا عبر الهاتف من ولاية وهران، شكرا جزيلا على حضورك معنا في برنامج في المزاد. وأشكر أيضا السيد أحمد كروش، خبير أمني، شكرا جزيلا على التوضيحات اليوم في حصة في المزاد. وأشكر أيضا القيادي في جبهة المستقبل والمختص في القانون الدكتور عبد الله وافي على تشريفك اليوم في المزاد. وأيضا أشكر الأستاذ علي ربيش وهو محلل سياسي وأستاذ جامعي. بهذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام في المزاد، ألقاكم بخير، إلى اللقاء.